السابعة ونصف مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في العناوين. تركيا تواصل ملاحقة المتورطين في الانقلاب الفاشل، ويلدرم يصعد لهجته ضد واشنطن. ضرورة إقرار الموازنة العامة. مجلس الوزراء يستكمل نقاش خطة خليل المالية ودفع باتجاه إقرار الموازنة. معارك ضارية بين المعارضة وكتائب الأسد في الملاح والكاستيلو، وتصعيد أسدي على الغوطتين. لا تزال تداعيات الانقلاب الفاشل في تركيا تتردد أصداؤها. الجديد تحذير من محاولة انقلاب في قاعدة جوية بأنقرة، وإحباط هجوم على مبنى بلدية إسطنبول، وتسريح نحو 9000 موظف من وزارة الداخلية التركية بعد نحو 6000 من القضاء والجيش في عملية تطهير كما أسماها الرئيس رجب طيب أردوغان مما اعتبره فيروس الكيان الموازي. في أي حال، سيتناول ديم قطيش في برنامج دي أن أي في أولى حلقاته بعد شهر رمضان المبارك أسرار فشل محاولة الانقلاب في تركيا. في لبنان تحرك خجول على خط الرئاسة. النائب وليد جملاط زار بكركي في ذكرى مصالحة الجبل داعيا إلى تسوية تفضي إلى انتخاب رئيس، واعتبرها أهم من الأسماء، في حين أقر مجلس الوزراء الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017. البداية من التطورات التركية، حيث استمرت الاعتقالات اليوم، ورئيس الوزراء يصعد لهجته ضد الولايات المتحدة على خلفية المطالبة بتسليم جولن. وفي وقت أقر القائد السابق للقوات التركية أوزتورك بالتخطيط للانقلاب. تواصل قوات الأمن التركية ملاحقة المتورطين في الانقلاب الفاشل، وفي هذا الإطار داهمت قوات الأمن قاعدة إنجرليك الجوية واعتقلت قائد القاعدة الجوية الخامسة في ولاية أماسيا، إضافة إلى إقالة نحو 30 محافظا تركيا وأكثر من 50 موظفا رسميا من الرتب العالية، كما تم عزل 8000 من أفراد الشرطة في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك إسطنبول وأنقرة. مسؤول أمني كبير أشار إلى أن قوات الأمن ما زالت تبحث عن بعض العسكريين المتورطين في أماكن عدة من البلاد، لكنه استبعد وقوع محاولة جديدة للاستيلاء على السلطة. وأضاف أن القيادة العسكرية التركية تلقت ضربة ثقيلة من ناحية التنظيم من خلال محاولة الانقلاب، لكنها ما زالت تعمل بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات والشرطة والحكومة. وقال إن بعض المسؤولين العسكريين الكبار المتورطين في محاولة الانقلاب فروا إلى الخارج. واليوم انتشر في مدينة إسطنبول آلاف العناصر من القوات الخاصة، في وقت أصدر رئيس شرطة إسطنبول أمرا بإسقاط أي مروحية تحلق في سماء المدينة من دون أي سابق إنذار. إلى ذلك توفي نائب عمدة بلدية شيشلي بإسطنبول متأثرا بجراحه بعد تعرض مقر البلدية إلى هجوم مسلح. وفي واقعة أخرى، قتلت الشرطة التركية رجلا فتح النار على الشرطيين أمام محكمة أنقرة، حيث يمثل جنود متهمون بالمشاركة في محاولة الجمعة الانقلابية. سياسيا، صعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الضغط على الولايات المتحدة لتسليم فتح الله جولن، متوعدا الذين قاموا بمحاولة الانقلاب الفاشلة بالمحاسبة عن كل قطرة دماء سالت. وقال يلدريم انه تم توقيف اكثر من 7543 شخصا بين مدني وعسكري. من جهته، اعاد المعارض فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة التأكيد انه سيمتثل لاي حكم بتسليمه الى تركيا، ونفى جولن اي علاقة له بالانقلاب الفاشل، متهما الرئيس التركي بتدبيره ومستبعدا أن تدعن الولايات المتحدة للمطالب التركية على حد تعبيره. خلال مؤتمره الصحفي، ذرف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم دموعه عندما سرد حديثا دار بينه وبين حفيده عن القتلى المدنيين الذين أزيقت أرواحهم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي. وتابع يلدريم حديثه قائلا: هذا العمل لا يقوم به جيشنا، هكذا عمل إرهابي فقط يقوم به جيش بشار الأسد، ولا يمكن أن نقارن جيشنا مع جيش الأسد، جيشنا لا يفعل ذلك، بل هم أشخاص انخرطوا فينا وقاموا بذلك. في اليوم التالي لليلة الانقلاب التركي الفاشل، سطع نجم شخصية يفترض أن تبقى في الظل رغم دورها الرئيسي والمحوري في تركيا. إنه رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان.
هاكان فيدان الذي يصفه البعض بثعلب تركيا نسبت إليه جهات عدة الفضل في إحباط الانقلاب ليلة الجمعة، ووصفته تقارير إعلامية بأنه الجندي المجهول الذي تمكن بحنكته من إفشال الانقلاب ضد الرئيس التركي. وادعت وسائل الإعلام أنه صاحب فكرة توجه أردوغان بالحديث إلى الشعب التركي في شكل مباشر، مطالبا إياه بمقاومة الانقلاب عندما اتصل في اللحظات الأولى بأردوغان ليقول له سنقاتلهم حتى الموت، أنت أنزل إلى الشارع وابق مع الشعب. وتشير الألقاب التي أطلقها الأتراك على هاكان إلى أهمية وخطورة دوره في هذا البلد، فالرجل يحمل لقب حافظ أسرار أردوغان بالإضافة إلى لقب يد أردوغان الضاربة كما يلقبه الأتراك أحيانا بالسكين، واكتسب في اليومين الماضيين لقبا جديدا وهو منقذ أردوغان. تعتبر تقارير إعلامية أن فيدان هو رائد إصلاح جهاز الاستخبارات التركي، وأن جهاز الاستخبارات شهد في عهده نقلة نوعية كبيرة، فانتقل من جهاز مترهل محاط بالخلافات الداخلية من كل اتجاه إلى أحد أقوى وأنجح أجهزة الاستخبارات في العالم. تمكن فيدان من إدخال تعديلات كبيرة في تكوين جهاز الاستخبارات، وأقنع أردوغان بتجميع جميع أجهزة الاستخبارات في الخارجية والأمن والجيش تحت جهاز الاستخبارات العامة بقيادته، الأمر الذي أزعج الأوساط في الأمن والجيش. وربما يرجع لقب يد أردوغان الضاربة إلى كونه عنصرا أساسيا في معركة أردوغان ضد الكيان الموازي، ولدوره في تنفيذ الأجندة السياسية والإقليمية التي يتبناها الرئيس التركي. المواقف. دعا وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، دعا الحكومة التركية للمحافظة على الهدوء والاستقرار في تركيا وإلى احترام أعلى معايير الديمقراطية، معلنا دعمه محاكمة مرتكبي محاولة الانقلاب. بدورها عبرت موغريني عن دعم شرعية المؤسسات في تركيا، وإذ استنكرت محاولة الانقلاب الفاشلة دعت السلطات التركية إلى احترام حقوق الإنسان. قررت محكمة ألكساندرو دروبو اليونانية تأجيل النظر في قضية العسكريين الأتراك الفارين إلى اليونان، وجاء إرجاء الجلسة إلى 21 من الجاري عقب طلب تقدم به محامي العسكريين الأتراك الفارين لتوفير وقت كاف لهم لإعداد دفاعهم. وقالت محامية تمثل مجموعة من الجنود إنهم يخشون على حياتهم ولا يريدون تسليمهم للسلطات في أنقرة وطلبوا اللجوء السياسي. أضافت المحامية إن موكليها لا يعرفون شيئا عن الانقلاب، بل كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم. ناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المال علي حسن خليل الذي تضمن وصفا للوضع الاقتصادي وسط دعوة الوزراء إلى ضرورة إقرار موازنة للعام 2017. التقرير لربيع شنطف. هنالك توجه للعمل على إقرار موازنة للعام 2017، هذا ما أكده أكثر من وزير على هامش جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير برئاسة الرئيس تمام سلام، والتي خصصت لدراسة الوضع المالي. الموازنة يجب أن تلحظ إصلاحات، دعوة من عدد من الوزراء الذين شدد بعضهم أيضا على ضرورة إقرار ملف النفط الذي من شأنه أن يعالج الوضع الاقتصادي والمالي، كما قال وزير المال علي حسن خليل. تمت مناقشة تقرير وزير المالية، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصدد ما ورد في تقرير وزير المالية من وصف للوضع الاقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة وإصلاح قطاع الكهرباء وإصلاحات ضريبية لتحفيز الاقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد. الجلسة المالية هذه ليست الأخيرة، إذ سوف تكون هنالك سلسلة من الجلسات اللاحقة والتي سيتم في خلالها البحث بسائر المقترحات المتعلقة بشأن الاقتصادي، كما سيكون هنالك لقاءات سياسية خارج مجلس الوزراء لتذليل عقبات تحول دون إقرار الموازنة العامة. وهنا طرح وزير السياحة ميشيل فرعون علامة استفهام حول إمكانية أن يكون بند تمويل المحكمة الدولية من بين بنود الموازنة. أكد النائب وليد جنبلاط بعد لقائه البطريرك الماروني في بكركي أن صلحة لبنان مع نفسه هي انتخاب رئيس، معتبرا أن تسوية لانتخاب الرئيس أهم من الاسم.
مسألتان مهمتان حملتا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إلى بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي بحضور النائب السابق فريد هيكل الخازن. جنبلاط الذي تمنى على البطريرك مباركة أعمال ترميم كنيسة السيد التي تعود إلى القرن 19 في المختارة، ذكر بمصالحة الجبل التي رعاها البطريرك السابق مار نصر الله بطرس صفير منذ 15 عاما، متمنيا صلحة لبنان مع نفسه بانتخاب رئيس للجمهورية. جئت لسببين رئيسيين أعتقد أنهما يعني يستحقان التركيز عليهما. رعاية نهاية افتتاح الأعمال الكنيسة مباركة الأمر وصلحة الجبل. وعندما نقول صلحة لبنان هذا ربما سيترجم في يوم ما أتمنى قريبا صلحة لبنان مع نفسه، بأن نستطيع كلبنانيين إذا استطعنا أن ننتخب رئيس. حتى هذه اللحظة نقوم بما نستطيع باثنين آب أو بثلاثة آب، هناك دعوة من قبل الرئيس بري للحوار، ربما لست أتري ربما سنرى آخر خامس لاسم خامس خارج الأطباق الأربعة. لست هنا لأطرح أسماء، بس هنا عندني قلت وكنت واضح التسوية من أجل انتخاب رئيس أهم من الاسم. وتمنى جنبلاط أن تنعكس مصالحة الجبل على لبنان بأكمله، قائلا إن الوفاق في الجبل وفي لبنان أهم شيء وأهم من السياسة. المحكمة الدولية تواصل الاستجواب المضاد للشاهد ماكلاود، وقد تمحورت الجلسة بشكل أساسي حول تحقيقاته مع أقارب ومعارف أحمد أبو عدس. التقرير لرشا الحلب. استكملت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستجواب المضاد للشاهد أليسايدر ماكلاود المحقق في مكتب المدعي العام، وتولاها فريق الدفاع عن المتهم أسد صبرة. وتأتي الإفادة في إطار الأسئلة المتمحورة حول التحقيقات التي أجراها ماكلاود في قضية أحمد أبو عدس مع أقربائه ومعارفه. الشاهد تحدث عن الاتصالات بين أحمد الحجار المقرب من المخابرات السورية وبين مأمون سلامي الذي تربطه صلة قرابة بأبو عدس. كذلك طرح الدفاع أسئلة حول أحمد ميقاتي المتورط في أنشطة إرهابية كأحداث ضنية، إذ سبق وأن جمعته علاقة معرفة بأحمد أبو عدس. وردا على أسئلة الدفاع نفى ماكلاود عمله على الجانب الأمني السوري في تحقيقاته. الشاهد سئل عن امتلاكه أدلة يعرضها يبين فيها أن مخطط تفجير السفارة الإيطالية القريبة من البرلمان لم يكن لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سيما وأن أحد المخططين كان يعمل في المطبعة التي عمل بها أبو عدس. ليجيب ماكلاود: كيف يمكنني أن أكذب هذا الزعم؟ جلسة الاستجواب بعد الظهر تخللها عدة جلسات سرية، واستوضح خلالها الدفاع عن سبب إجراء المحققين مقابلة مع اللواء وسام الحسن في حزيران 2012 بغية معرفة كيفية حصول شعبة المعلومات على الأسماء التي نسبت إلى الأرقام. تابعونا بعد الفاصل. الأجهزة الأمنية السعودية تواصل ملاحقة المجموعات الإرهابية، ومجلس الأمن يدير انتهاكات إيران للاتفاق النووي. المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. تركيا تواصل ملاحقة المتورطين في الانقلاب الفاشل، ويلدرم يصعد لهجته ضد واشنطن، ومجلس الوزراء يستكمل نقاش خطة خليل المالية. تشهد طريق الكاستيلو في حلب عمليات كر وفر بين المعارضة وكتائب الأسد، فيما استمرت المواجهات العنيفة على جبهات الخالدية والإملاح في محاولة للمعارضة لاستعادة مزارع الإملاح الجنوبية. تواصلت المعارك بين كتائب الأسد والميليشيات الموالية من جهة والمعارضة من جهة ثانية على طريق الكاستيلو في حلب. ناشطون أفادوا بأن المعارك على طريق الكاستيلو تشهد عمليات كر وفر بين الجانبين، وتمكن النظام من قطع الطريق ناريا فيما قتل الثوار عددا من الميليشيات ودمروا سيارة عسكرية للنظام. كما استمرت المواجهات على جبهات الخالدية والملاح في محاولة للمعارضة استعادة مزارع الملاح الجنوبية التي كانت فاتحة لسيطرة النظام على طريق الكاستيلو الشريان الوحيد لمدينة حلب.
حلب، وبث فيلق الشام مقطع فيديو يظهر استهداف الثوار باصا محملا بالشبيحة بصاروخ حراري، ما أسفر عن إصابة جميع العناصر في داخله. في المقابل شن الطيران الحربي والمروحي عشرات الغارات على مداخل حلب وعلى أحياء حلب الشرقية وعلى مدينتي حريتان وكفر حمراء. وعلى ريف دمشق استمرت الاشتباكات العنيفة في مدينة دارية بين الثوار وقوات الأسد وسط غارات جوية وقصف مدفعي عنيف يستهدف المدنيين. كما شن الطيران الحربي غارات جوية على المزارع المحيطة بأوتوستراد السلام في مخيم خان الشيخ وعلى مدينة دومة وعلى بلدة الريحان. أما اللاذقية فتعرضت لقصف وغارات روسية مكثفة بعد ساعات من إعلان المعارضة إعادة سيطرتها على بلدة كينسبة وعلى كرة قلعة شلف وشير قبوع وعين الغزال. ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة. اطلع الأمير محمد بن نايف وأطلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي هنأه خلاله بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا. كما عبر نائب خادم الحرمين الشريفين باسم الملك سلمان عن الشكر والتقدير لقادة الدول التي هنأت المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلى استنكارهم للحوادث الإرهابية التي استهدفت مواقع في جدة والقطيف والمدينة المنورة، مؤكدا أن أمن المملكة بخير وفي أعلى درجاته. أوقفت الأجهزة الأمنية السعودية 32 مشتبها بهم بعد الأحداث الإرهابية الثلاثة التي نفذها 5 إرهابيين نهاية شهر رمضان الماضي في المدينة المنورة وجدة والقطيف. وأوضحت نافذة تواصل التابعة لوزارة الداخلية أن 30 مواطنا أوقفوا من قبل الأجهزة الأمنية وهم رهن التحقيق حاليا. وكشفت وزارة الداخلية أن إجمالي الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية وصل إلى 5390 من مختلف الجنسيات بحسب الرياض. في تسجيل مصور نشر اليوم على موقع تويتر، ظهر وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل عقب لقائه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عام 2003 متحدثا عن مطالبته لبوش بنشر 28 صفحة سرية الخاصة بالتحقيقات في هجمات 11 من سبتمبر 2001. وفي التصريح أبدى الفيصل غضبه إزاء ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق في الكونغرس الأمريكي حول هجمات سبتمبر من اتهام غير مباشر للسعودية، خاصة وأنه استند إلى 28 صفحة التي حجبت عن النشر. We have nothing to hide. And we do not seek, nor do we need to be shielded. We believe that releasing the missing 28 pages will allow us to respond to any allegations in a clear and credible manner. تنتظر القوات العراقية الأوامر لاقتحام مركز ناحية القيارة بعد هروب المتطرفين منها مؤخرا، إلا أن المنطقة لم تخلو تماما من عناصر التنظيم الذي نشر المتفجرات حول المباني الحكومية والسيارات المفخخة على مداخل الطرق وجهز انتحاريه تحسبا لهجوم القوات المشتركة. إلى ذلك تنتظر القوات العراقية وصول القوات المساندة من منطقة مخمور شرقا إلى غرب القيارة لخوض المعارك ضد تنظيم داعش. وأكد قائد مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغني الأسدي نصب الجسر المائي على نهر دجلة لتسهيل عبور القوات من عمليات نينوى وتلك التي وصلت من شمال بيجي، إضافة إلى تأمين الطريق الرئيسي الرابطة بين العاصمة والمناطق الشمالية. استهدف تفجيران في محافظة حضرموت شرق اليمن مواقع للقوات اليمنية، مما أدى إلى سقوط نحو 10 قتلى وعدد من الجرحى. سياسيا أعلن أعضاء وفد الحوثيين المشارك في المشاورات اليمنية في الكويت اليوم أنهم مع اتفاق سياسي شامل للأزمة في بلادهم دون أي تجزئة، في حين قال محمد عبد السلام رئيس الوفد الانقلابي أنهم لم يقدموا أي التزامات جديدة لاستئناف هذه المفاوضات، وهو ما يعني رفض لأجندة الجولة الثانية من المشاورات التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل الولد الشيخ. حصل تقرير أعدته الأمم المتحدة بشأن تجاوزات إيران للاتفاق النووي وإمدادها لجماعات عدة خارج حدودها بالأسلحة على تأييد دولي واسع. وأقر التقرير بإرسال إيران الأسلحة إلى جماعات عدة في المنطقة ولاسيما العراق وانتهاكها بذلك القانون الدولي. السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة أكد بدوره أن إيران تقوض الاستقرار بإطلاق الصواريخ البالستية
وتحدث عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني منتقدا تنقلاته رغم حظر السفر عليه بناء على القرار الدولي. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن روسيا سلمت إيران الجزء الصاروخي من نظام S-300 الدفاعي على أن تنتهي موسكو من تسليم كل الأجزاء إلى طهران بحلول نهاية العام الجاري. وقالت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني إن شحنة الأولى من صواريخ النظام الدفاعي دخلت إيران مؤخرا، بما يوضح تصميم إيران على تسليح دفاعاتها الجوية بهذا النظام. تلزم فرنسا دقيقة صمت اليوم وهو الأخير من الحداد الرسمي المعلن بعد اعتداء نيس الذي نفذه تونسي وتبناه تنظيم داعش، لكن التحقيق لم يثبت بعد روابطه مع جهاديين. وقال وزير الداخلية الفرنسي إن التحقيق لم يثبت بعد الروابط بين منفذ اعتداء نيس لحويج بوهلال والشبكات الإرهابية، خصوصا تنظيم داعش الذي تبنى هذا الهجوم. وقال وزير لإذاعة RTL إن أسلوب التنفيذ مستوحى إلى حد كبير من رسائل داعش، مضيفا لا يمكن استبعاد أن يقوم فرد غير متوازن وعنيف، وهو ما تدل عليه نفسيته بعد انتقاله إلى التطرف بشكل سريع بتنفيذ مثل هذه الجريمة المروعة. أعلنت وزارة داخلية كازاخستان مقتل 3 شرطيين ومدني في ألماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد، وفي هجمات استهدفت مركزا للشرطة ومقرا للأجهزة الأمنية. كما أفادت الوزارة عن تطويق عدد من مناطق المدينة بعد الهجوم وتوقيف مشتبه به، فيما جرت مطاردة مهاجم آخر ما زال فارا. كذلك أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في البلاد حالة إنذار قصوى، فيما بدأت الشرطة عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في المدينة داعية السكان إلى البقاء في منازلهم. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. رغم جهود إنقاذه وفاة مواطن بعد تدهور شاحنته في وادي فتقة. ومزارعو التفاح في البقاع الشمالي يرفعون الصوت. أهلا بكم من جديد. سأل عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زار الحكومة عن مصير التحقيقات في الجرائم التي شهدها لبنان على مدى سنوات. وفي احتفال أقامته القوات لمناسبة الذكرى 11 لخروج رئيس الحزب سمير جعجع من السجن، اعتبر زهر أننا نعيش مرحلة استثنائية محكومة بقوى استثنائية. للدولة عبر حكومتها المجلس النيابي يا أخوان معطل فعلا وليس قولا بسبب غياب رئيس الجمهورية وتشكيلة الحكومة. المجلس النيابي يا أخوان ما قادر يحاسب لأنه قلنا 11 سنة بدون موازنة، وهيدي شغلته الأساسية، إقرار الموازنة ومراقبة الإنفاق ومحاسبة الحكومة والوزراء. طيب اليوم حكومة رئيسة عم بيقول هيدي حكومة مرق لي تمرق لك، هيدي على صعيد المحاسبة، وبالتالي ما في إمكانية مرق لي بمرق لك، يعني ما حدا بيحاسب حدا. بس سؤالنا لهالحكومة اللي مرات بيطلع عبال أركانا يتظاهروا أنه سلطه ودولة، حدا في خبرني من هالحكومة من الأقرب للأبعد، يعني من القاع مرورا بمقتل وسام الحسن وصولا للسلمان، وين صارت التحقيقات؟ اعتبر النائب محمد كبارة أن من أحدث دروس الخبث الإيراني قول مستشار وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن رجب طيب أردوغان وبشار الأسد رئيسان شرعيان لتركيا وسوريا وصلا إلى سدة الحكم عبر السبل الديمقراطية وأصوات الشعب. أضاف كبارة أن الفرق شاسع بين أردوغان الذي طرد شعبه دبابات الانقلاب من الشارع، وبين بشار الذي يرسل دباباته لطرد شعبه من أرضه. اعتبر حزب الكتائب اللبنانية خلال اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي في الصيف أن من الأجدى إعادة مؤسسات الدولة اللبنانية على مسار دولة القانون، بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية لتتمكن الدولة من السير بملفات مصرية. يعتبر حزب الكتائب أن زيارات قادة الدول كافة إلى لبنان
وآخرها زيارة وزير الخارجية الفرنسية المشكورة لن تعالج أزمة الفراغ الرئاسي خاصة ولا الأزمة السياسية اللبنانية عامة، في ظل إصرار حزب الله وحلفائه على إبقاء لبنان رهينة وورقة في الحسابات الإقليمية وتغليب منطقي الاستزلام للخارج والمصالح الشخصية على مصلحة الشعب اللبناني. بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، لفت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول الساحة اللبنانية عزام الأحمد إلى وجود ارتياح لدى المؤسسات اللبنانية مع وجوب التنبه الدائم من محاولات ضرب استقرار أمن لبنان كجزء من المخطط المعادي للأمة العربية. هذه الخطوات لإعادة تنظيم وتأهيل عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني تتم كلها بتنسيق كامل مع الأجهزة والمؤسسات الرسمية اللبنانية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بالتنسيق أيضا مع قيادة الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية المعنية في هذا المجال. ومعروف محاولات استغلال خاصة مخيم عين الحلوة لم تتوقف، ولكن نحن مرتاحون رغم زيادة محاولات استغلال المخيم، لكن حتى الآن نجح التنسيق اللبناني الفلسطيني في قطع الطريق على هذه القوى المتطرفة أن تكرر تجربة نهر البارد، الذي لن نسمح لا نحن في منظمة الدولة الفلسطينية ولا الدولة اللبنانية لتكرار ما حصل، ولذلك التنسيق قائم. طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض خلال مؤتمر صحفي، طالب بوقف العمل بالمذكرة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل والقاضية بمنع السيارات العمومية من الوصول إلى مدخل مطار رفيق الحريري الدولي لنقل المسافر. نحن نقولها أن هذا حرام، وعندنا البديل، افتحوا قلوبكم أن هذا البلد للجميع وليس محصورا من فئة واحدة، فإن بقيتم على ما أنتم تفعلون فأنتم تضربون العيش الوطني بممارسة التمييز والتفرقة. نطالبهم فورا بوقف العمل بهذه المذكرة، ونحن مستعدون لبحث هذه الأمور لأننا مفوضين من هذا الفقير الذي يكد ويعمل لتحصيل لقمة عيشه وأنتم تحرمونه منها. أوقفوا هذا الظلم على سائق التاكسي، فالرجوع عن خطيئة فضيلة، فلا تسمحوا لبعض المسؤولين لأنهم أصحاب مصالح خاصة، اسمعوا لأنهم صوت الشعب. في البقاع الشمالي، رفع مزارعو التفاح الصوت عاليا بعدما وصل سعر صندوق التفاح إلى 3000 ليرة، ولوحوا بالتصعيد في حال عدم إيجاد حل سريع لمسألة التصريف. نفذ مزارعو التفاح في اللبو والنبي عثمان في البقاع الشمالي اعتصاما احتجاجا على تدني سعر صندوق التفاح إلى 3000 ليرة وعدم تصريف الإنتاج واحتكار التجار. وقطع المعتصمون طريق بعلبك الهرمر بعدما رموا بعضا من منتوجاتهم مقفلين بها الطريق. هذه الخطوة الأولى، الخطوة الثانية اللي حتكون تصعيدية، نحن رح نسكر الطريق بالمرة على كل العالم، يا أما بيلاقوا لنا حل لهالمشكلة هيدي، نحن مانا عابد الدم حد. بدنا تصرف لنا هالإنتاج لأنه حرام. عندنا نحن طلاب مثقفين، عندنا منطقة أحلى منطقة بالعالم. عم يجي التجار يحتكروا لنا وياخذوا ب 3000، شو بنعمل نحن؟ نروح نسرق؟ بدنا نقبل التفاح ونزرع فيول وحشيش. هيدي على علم الدولة، شو الدولة هاي؟ وطالب المعتصمون الدولة بالتعويض عليهم لأن الوضع لا يحتمل. انقلاب جبالة في وادي فتقة ومقتل سائقها، ووزير الزراعة أكرم شيب يؤكد ضرورة دعم أهالي القاع. هذه الأخبار وغيرها نتابعها في هذا التقرير. لقي المواطن ميم لاذقاني وهو من طرابلس مصرعه في هذه الجبالة التي تدهورت في الوادي بعد انهيار الطريق في منطقة فتقة. السائق الذي بقي على قيد الحياة لمدة ساعتين وهو عالق داخل الجبالة فارق الحياة، على الرغم من الجهود التي بذلها الدفاع المدني لإخراجه عبر فتح طريق في الوادي وتقطيع هيكل الشاحن الحديدي، أما جثته فتولى الصليب الأحمر نقلها إلى مستشفى قرطباوي في أدمى.
خلال استقباله مريم سكاف ووفدا من أهل القاع، أكد وزير الزراعة أكرم شيب على ضرورة العمل من أجل تثبيت وجود أهل القاع في أرضهم من خلال دعمهم على كل المستويات، مشددا على دور الجيش والقوى الأمنية في الدفاع عن الحدود. تفقد رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس الأضرار المادية في مقهى الأناناس قرب منتزه رأس العين في بعلبك نتيجة إطلاق النار إثر حادث فردي، لافتا إلى أن الأمور تمت معالجتها دون أي تداعيات لاحقة. دعت سفيرة إسبانيا في لبنان ميلاغروس هيرناندو كافة الأطراف في لبنان إلى التوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، جاء ذلك أثر جولة لها على فعاليات مدينة صيدا قبل أن تبحث مع رئيس البلدية المهندس محمد السعودي مشروعي تأهيل مرفأ الصيادين والواجهة البحرية لشاطئ صيدا اللذين قامت بلدية برشلونة بوضع الدراسات اللازمة لهما. سلم بنك عودي جائزة نقدية بقيمة 50 مليون ليرة للفريق الفائز في مباراة Grow My Business، وقد ذهبت هذا العام لشركة سمارك. تأتي هذه المكافأة تتويجا لمباراة دامت 5 أشهر تنافس فيها عدد من أصحاب الشركات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة لوضع أفضل خطة تطوير لشركاتهم وتقديمها إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من أعضاء ذوي خبرة في المجالين الاقتصادي والصناعي. ونصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا النقاش. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من تركيا وتداعيات محاورة الانقلاب الفاشلة، حيث شهدت الليرة التركية تراجع بنسبة 5% أمام الدولار بالساعات الأخيرة من التداول الأسبوع الماضي، ولكن الحكومة التركية سارعت لحماية الليرة ووفرت سيولة مالية للبنوك بفايدة صفرية. الليرة التركية سرعان ما حققت أرباح بنسبة 2.8% لتوصل ل 2.93 مقابل الدولار الواحد بساعات الصباح اليوم. اعتبر خبراء اقتصاديين انه هالخطوات هي مؤشر لضمان استقرار الاستثمارات الأجنبية، وعبروا عن ثقتهم بقدرة الاقتصاد التركي على مواصلة توفير الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية. بقول الرئيس التنفيذي للمصرف التابع لبيت التمويل الكويتي بحديث لقناة العربية انه بيستبعد تضرر المصارف العاملة بتركيا، وانه عم يجري التواصل بين البنك المركزي والمصارف لتوفير السيولة اللازمة مجرد تحسب لوجود اي تداعيات. اكد ايضا انه اقتصاد تركيا بالمرحلة المقبلة رح يوفر فرص أفضل وقوية جدا بالسوق. ومننتقل لموافقة مجموعة سوفت بانك اليابانية اليوم على شراء ARM Holdings شركة التكنولوجيا البريطانية الأكبر من ناحية القيمة السوقية بصفقة بلغت قيمتها 32.2 مليار دولار. وجود ARM رئيسي لمعالجة الهواتف النقالة بالإضافة لمعالجة رسومات التكنولوجيا المستخدمة من قبل سامسونج وأبل. من خلال هالصفقة يدفع سوفت بانك 17 باوند عن كل سهم لاي ار ام، وتعد هالصفقة وحدة من أكبر الصفقات باليابان اليوم، وبتشكل جزء من اتجاه الشركات اليابانية يلي عم تسعى للنمو بالخارج للتعويض عن الاقتصاد المحلي يلي واقع بحالة الركود. ومننهي من دبي، حيث سجل أكبر بنك بدبي ناشونال بنك اوف دبي اليوم ارتفاع بنسبة 16% بصافي أرباح الربع الثاني من السنة. حقق البنك أرباح صافية بقيمة حوالي 520 مليون دولار بالأشهر الثلاثة حتى 30 حزيران، وكان توقع بعض المحللين أنه يبلغ صافي أرباح البنك 490 مليون دولار. هذا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكرة. صفحة الأحوال الجوية الآن مع لارا. ما في شي بيوقفك مع ألفا 4x4 لخطوط ألفا بريبايد 400 ميجا بايت، 4 ساعات حكي كل 30 يوم على رقم مفضل بالويك اند، 40 دقيقة حكي و 400 اس ام اس بس ب 12 دولار. العرض محدود. مصور الطاقة الصيفي معتدل نسبياً عم بيسيطر حالياً على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة الشمسية اللي موضوعة لهالشهر الصيف والبحر، اليوم صورتنا وصلتنا من تاليا العريضة.
رح ننتقل هلا لنشوف كيف عم تكون الحراره ببعض العواصم العربيه. برجع بنتقل على طقس لبنان وببلش من الرباط مع 39 درجه، 32 بتونس، 35 بالقاهره، بنتقل على دمشق مع 35 درجه، 29 بالقدس، 34 بعمان، بنتقل على الكويت مع 45 درجة، 42 بالدوحة، وبختم مع الرياض مع 45 درجة. برجع على طقس لبنان، لبكرة ثلاثة طقسنا بكفي غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. على الساحل لبكرة الحرارة عم تتراوح بين ال 20 و 30 درجة، بالجبل عم تصل أقصاها لل 25 وبالداخل لل 35 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 28 درجة، 29 بطرابلس، 31 بالكورة، 25 درجة بالأرز، الهرمل 30، 29 درجة بالقاع، 33 ببعلبك، 31 برياق، بنتقل على جبال مع 31 درجة، 27 بميروبا، 30 بجونية وبعبدة، بيروت كمان 30 درجة مع استقرار بدرجات الحرارة، زحلة 35، 34 بشتورة، 33 بعنجر، 30 بمشغرة مع ضباب على المرتفعات، جزين ومرجعيون 30 درجة، 29 من تجبيل، 27 درجة برشية، بيت الدين 28، والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا مع 30 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس الثلاث أيام اللي جايين؟ لبكرة عنا استقرار بدرجة الحرارة لتتراوح بين 24 و 30 درجة، الأربعة كمان الحرارة هي ذاتها، أما الخميس تعلى درجة واحدة لتوصل أقصاها لل 31 وأدناها لل 25 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 13 وال 25 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتولنا صوركن على إنستغرام وعلى فيتشر تي في أبليكيشن. أنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. في دي ان اي بعد هذه النشرة، يتناول نديم قطيش أسرار فشل محاولة الانقلاب في تركيا. وفي الختام هذا تفكير بالعناوين. تركيا تواصل ملاحقة المتورطين في الانقلاب الفاشل، ويلدريم يصاعد لهجته ضد واشنطن. ضرورة إقرار الموازنة العامة. مجلس الوزراء يستكمل نقاش خطة خليل المالية ودفع باتجاه إقرار الموازنة. معارك ضارية بين المعارضة وكتائب الأسد في الإملاح والكاستيلو، وتصعيد أسدي على الغوطتين. نشكركم لحسن المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.